نعم، نسمع التبويب التالي. باب حث السلطان والقاضي وغيرهما من ولاة الأمور على اتخاذ وزير صالح وتحذيرهم من قرناء السوء والقبول منهم. نعم، إذا هذا خطاب للأمراء والقضاة أن يتخذوا معاونا، لكن شرط هذا المعاون ما هو؟ ما هو شرط المعاون؟ نعم، أن يكون صالحا، لا أن يكون من أقاربه. أيها القاضي، أيها الوزير، أيها السلطان، تريد أن تعين شخصا يساعدك في عملك، وهذا حق لك، فهذه مسؤولية عليك يوم القيامة أمام الله. هذا الشخص الذي تريد أن تعينه ليعينك ويؤازرك، شرطه ماذا؟ أن يكون رجلا صالحا، لا صلة لها بأقاربك. قال لا، عينوا أقاربي، عينوا معارفي، عينوا، لا، هذا أنت آثم والعياذ بالله.